العودة إلى الحجر الصحي هو قرار صعب جدا، إلا إذا أصبح أمرا مفروضا بسبب تفاقم الوضعية الوبائية. لحسن الحظ أن هذه الموجة تأتي والمغرب قد نجح نجاحا باهرا في حملته للتلقيح ضد كورونا، ولكن لا بد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية وبالتباعد الاجتماعي وبالكمامات إذا أرادوا أن يجنبوا اقتصادهم سكتة قد تضر لا قدر الله بآلاف الأسر. De toutes les façons. Donc, grâce à un autre type de contrôle. غير الحجر الصحي والحجر الصحي اون بلوس الا كان غادي غادي يحبس بزاف ديال لي لو غادي يحبس لو كوميرس غادي يحبس التحرك ديال الناس ليبرتي ديالهم لو بونور ديالهم اوسي دونك يديروا ولا ما يديروش بون ابري شي حل من غير الحجر خاص واحد كل واحد يدير حل راسو كل انسان يبدا براسو هو الاول ويتحمل المسؤوليه ديالو يحس براسو بانه راه عنده مسؤوليه في الانتشار ديال هاد لا مالادي دونك اون فوا كو كتولي هاد لا ريسبونسابيلتي بيرسونيل كل واحد كتولي اوتوماتيكمون اون ريسبونسابيلتي كوليكتيف كل كاع الناس كي سو سونت ريسبونسابيليزي بارابور ا سا ما شخصيا ما كنظنش عندي لي دوني الكافيين باش نحكم ولكن زعما صعيبه يعاودوا يسدوا العوده سدوا مثلا شكون زاد لي سيكتور يتقاسو لوتيلغي الريستوراسيون هذا صعيبة شوية صعيبة شوية القضية ما كنظنش بينيفيك للبلاد واش غنقول لك الدولة هي اللي كتعرف مصلحة الشعب والمواطنين صافي هادشي اللي كاين أنا مع لأن فريمون ولينا كنشوفوا نسبة الحالات ارتفعت بزاف والوفيات كذلك زعما الله يهدي هاد الناس هادو ما كيلتزموش نهائيا كنشوفوا دابا حنا في الشارع كنلقاو ناس ما دايرينش بافيت ولا تلقاه داير بافيت ومهبطها لهنا خايف من 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 السلطات فقط هو ما خايفش على صحته على سلامته ولا والو زعما كنقول المغاربة الله يهديكم والله يجزيكم بخير التزموا شويه لان هنا راه ما كنتفلاوش وما كنضحكوش المرض كاين ولا كيكبر بشكل كبير يعني كنتمنوا ان ربي يحفظنا وصافي الانسان يحاول يقرا ويقرا على الاوبئه اللي دازوا في العالم شحال هادي وشوف كيفاش الناس تصرفوا معاهم باش ما كانوش كيتسناو انه العلماء ديالنا ما غيخرجوا الدويان وغادي كان كل انسان كيحمي راسو براسو كيسد عليه بوحدو ما كيتلاقاش مع الناس بزاف ولا ما كي ما لانفيرونمون ديالو كيكون حافظه وكيحمي راسو وما بقى كيحمي مع الناس اي سي كوم سا هنا كتولي عندنا ليمونيتي كوليكتيف جوستومون بحال ان سويد راه كل واحد كيكون ريسبونسابل على راسو افون تو ما ملتزمش دورتي الكاميرا المعظم ما لابسينش لابابيط ولكن زعما هذا واقع في العالم كله ماشي المغرب حتى حد ما ملتزم كل واحد يفكر في راسو صافي كل واحد يفكر ما تفكر لا في البلاد لا في والو فكر في راسك فكر في عائلتك كل واحد لا فكر في راسو غنمشيو مزيان خاص تكون تدابير اخرى يعني الناس يحافظوا الناس دابا عارفين واعيين بالتدابير اللي خصهم يحافظوا عليها والاغلاق يؤدي لمشاكل كبيره على المستوى الاقتصادي يعني خص يكون مثلا المناطق اللي كانوا فيها اصابات كثيره توقع فيها اغلاق جزئي ويكون احترام التدابير اذا الكره في ملعب المواطنين في انتظار ان يتم تسريع التلقيح وتحقيق المناعه الجماعيه ولا داعي أن نعود إلى الحجر الصحي في هذه الأمطار الأخيرة من حملة التلقيح.